انت يا عصام تلك الشغل اللي بتحبه. لا 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 ارجوك ارجوك. ايه ده يا عصام؟ انا والله لسه ما خلصتش، والله لسه ما خلصتش. ايه ده 5 دقايق؟ ده بسيط كده، ده حلو. 5 دقايق ايه يا فندم؟ 5 دقايق ده ما خلصش في 5 دقايق. معلش معلش اديه لحد تاني. معلش لا 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 يا فندم انا تعبان والله العظيم. 3 الف سلامه عليك يا عصام، على بال ما اكلم الاسعاف خلص انت الشغل ده. يا جماعه نادي الاسعاف خلص. تعبان انا بجد والله انا تعبان يا عصام. بقى يا حسام احنا انت بتبوظ الاستراكشر بتاع الشركه. احنا كلنا عاملين بريدج، الناس تعدي من هنا لهنا عادي جدا، انت بتيجي بتلخلخ الشركه خالص. انا موت الوقت ما ينفعش. بص يا حسام بص ايه ده عصام انت تعبان؟ طب يا اسعاف على بال ما اسعاف تيجي خالص. ده يلا كلاينت يقول علينا ايه بس؟ اسعاف اسعاف يا حسام عصام عصام مات. خد يا مدحت انت خلص ده 5 دقايق بيخلص بسرعه. ده بص 1 2 3 يلا 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 يلا. النهارده حلقتنا عن مدح الكسل. في سنه من السنين، هو بالتحديد سنه 2018 شهر 9، اتصدمنا بخبر مؤسف جدا، خبر وفاه الدكتور هشام وائل، طبيب تخدير في مستشفى طنطا الجامعي. الراجل توفى في عز شبابه، كان عنده 30 سنه فجاه ومن غير اي مقدمات. كان بيخدر احدى الحالات، الراجل قام وقع من طوله. طبعا بقى يعني في حاله ذعر، الدكاتره ابتدت تجري حواليه عشان تحاول تنقذه، بس الوقت كان فات. انتشرت بعد كده بين الناس رساله واتساب كان هو باعتها، واصبح هناك حاله عند الناس ان سبب موت هذا الرجل كان انه كان منهمك في العمل، انه مات من ضغط الشغل اللي كان عليه. انت متخيل؟ هل فعلا ممكن نموت من كتر الشغل؟ احنا عارفين لما بنشتغل كتير جدا ده بيبقى في الاخر لمصلحتنا، عشان نتعلم اكتر ونكسب اكتر ونعيش احسن. دي عامه الصوره النمطيه اللي اتغرست جوانا على مدار التاريخ، انك كل ما تشتغل اكتر كل ما تتعلم اكتر وتنجح اكتر ويبقى معاك فلوس اكتر وتنبسط اكتر، وان الايد البطاله نكسب والفراغ مفسده عظيمه. بس عدم المؤاخذه، هل احنا فعلا كمجتمعات محتاجين هذا الكم من الشغل؟ هل العالم بجد محتاج عدد ساعات الشغل دي عشان كلنا كده نعيش سعداء ومرتاحين؟ ولا السعاده ان احنا نقلل شويه من الشغل نزود بقى من وقت فراغنا؟ عشان نجاوب على هذه الأسئلة لازم نرجع ورا بالزمن. رجعت ورا خبط أني آسف. ما علينا. المهم تحديدا في نص القرن ال 18 قبل ما تحصل الثورة الصناعية، كتير من المجتمعات خصوصا في اوروبا كانت متقسمه لطبقتين، طبقه الاسياد وطبقه الفلاحين. الاسياد كانوا ملاك لاراضي كتير في الدوله، والفلاحين كانوا شغالين في هذه الاراضي. الفلاحين كانوا بيزرعوا ويصطادوا سمك ويرعوا غنم في الاراضي، وكل ده مقابل اجر مادي ضعيف من اللورد، يا دوب يعيشوا حاجه كده خفيفه، واحيانا ما كانش ياخد اجر اساسا. ولما كانوا الفلاحين يشتكوا من الفقر والضغوط الاجتماعيه الصعبه ده، كانوا الاسياد يتهموا انهم كسله، وان كسلهم ده هو سبب فقرهم، وانهم لو اشتغلوا كويس وركزوا في شغلهم يبقوا اغنى. فين عدم المؤاخذه؟ الاسياد دول قاعدين مستكنياسين ما بيعملوش اي حاجه. الفتره دي في انجلترا وصلت عدد ساعات العمل ل 15 ساعه يوميا، والاطفال احيانا كانوا يشتغلوا نفس المده دي، اطفال كتاكيت صغيره المفروض ان هي بتلعب وبتمرح وبتكتشف الحياه، ولولا شغل الناس الغلابه دي كلها ما كانش الاغنياء هيقعدوا كده مرتاحين، ما بيعملوش اي حاجه ويسابوا فلوس كتير. عشان كده طبقه الاغنياء دي كانت عايزه تحافظ على الوضع ده، فهي اللي اشاعت وقتها ان العمل الكتير شيء مقدس واجب اخلاقي على كل راجل وطفل كمان. الناس دي صورت للفقراء ان فرصه دخولهم الجنه اكبر منهم، لانهم عايشين حياه بسيطه، ولانهم بيشتغلوا شغلانات ليها شرف كبير ومنزله خاصه عند الاله، وانك كل ما تشتغل اكتر كل ما فرصتك في دخول الجنه تكبر. واصبح اي حاجه بيعملها العامل بره مكان عمله، سواء الراحه او ممارسه هوايه او تربيه الاطفال او حتى قرايه الكتاب، يعتبر كسل او تقصير. انت وراك شغل، انت بتعمل الحاجات دي بتلهيك عن عملك. وكان وقتها بيترد على اي حد بيشكك في الكلام ده ان الشغل بيحمي الكبار من الخمر والصغيرين من الشر. النظام بالشكل ده فضل مستمر لفتره كبيره من الزمن، ده ممكن يكون لسه مستمر لحد النهارده. فمن الطبيعي انه يسيب اثر كبير جدا في انفس الناس دلوقتي، وكثير جدا من المعتقدات اللي بتقدس العمل زياده عن اللزوم مستمده من النظام ده، وده اللي بيخلينا نشوف دلوقتي وفي امريكا بالذات ان الناس بتفضل تشتغل كتير حتى بعد ما بقى معاهم فلوس تكفيهم يعيشوا لاخر حياتهم. ما بيحبوش ياخدوا وقت الراحه، وبيكرهوا لما يشوفوا اولادهم فاضيين، فتقعد امك شوف اعمل لك حاجه مفيده. ما خلاص يا امي، سيبيني احظى بالفراغ ده، ولا ايه بقى؟ ولا انت بقى تبع المدرسه بتاعت اللورد وانا بقى الشخص العامل وعايزه تشغلين زي الاطفال لما كانوا يشتغلوا؟ ما تسيبوا الاولاد يلعبوا.
لا بنهزر معاك، ما نسيبهمش يلعبوا، ضربوهم بالجزمة. المهم قامت الثورة الصناعية واكتشفنا الآلة البخارية، وبدأت الآلة تحل مكان الإنسان في بعض الأعمال. أهو بقى عندنا فرصة حلوة إن احنا نقلل عدد الساعات بتاعت الموظف، الآلة موجودة. بس اللي بيحصل مش كده، اللي بيحصل اننا بنرفد نص العمال اللي في المصنع ونخلي نص العمال التانيين يشتغلوا 8 ساعات في اليوم برضه. في الاخر بقى عندنا نفس كميه الفراغ اللي كانت في الاول، بس المره دي الفراغ فيه بطاله، نص العمال قعدوا في البيت والنص التاني شغال 8 ساعات برضه. بقى في ناس عطلانه ما بتشتغلش وناس مفخوته، بدل ما الناس كلها تبقى بتشتغل وبترتاح في الشغل في نفس الوقت. يعني بالصلاه على النبي كده الاله جت تسوحنا بدل ما تريحنا، اخص عليك يا اله. واكبر دليل على ان عدد ساعات الشغل دي اللي بنشتغلها اكتر من المطلوب اللي بيحصل في الحروب، والرايم ده مش مقصود. في الحرب العالميه الاولى مثلا تقريبا كل الرجاله والستات اللي دول الحلفاء خدوهم عشان ينتجوا الذخيره ويشتغلوا في التجسس او في المكاتب او في الحاجات اللي ليها علاقه بالحرب، كانوا واخدينهم من وظائف انتاجيه في الدوله، وظائف حيويه. وبالرغم من كده مستويات الانتاج كانت كويسه، وتقريبا ما تاثرتش قوي لما العدد ده من الموظفين اتاخد عشان الوظائف التانية. وده دليل واضح ان ممكن عن طريق تنظيم عدد ساعات الشغل نستريح اكتر وما ناثرش على نسبه الانتاج. ولو كنا كملنا بنفس النظام ده بعد ما الحرب خلصت وكل واحد مننا اشتغل 4 ساعات في اليوم، كان يمكن الامور تمشي تمام وزي الفل، بس بسرعه وبنا راجعين تاني زي الاول. ده احنا النهارده بنشوف ناس بتموت نفسها في الشغل. في 2013 ميوا سادو من اليابان في ظهرة شبابها عندها 31 سنه كانت شغاله صحفيه في هيئه الاذاعه الوطنيه في اليابان، ماتت بكونجستيف هارت فيلير، وكان سبب الوفاه المباشر الارهاق من كتر الشغل. كان عامله 159 ساعه اوفر تايم، شغل اضافي على الشغل الاساسي في الشهر اللي قبل ما تموت فيه. دي بقى اللي بترفع الكيرف على العيال، كانت بتاخد يومين بس اجازه في الشهر كله. ودي ما كانتش اول مره حد يموت بسبب اجهاد في الشغل. في 2006 مثلا سينيور انجينير في شركه تويوتا عنده 45 سنه برضه مات من كتر الشغل، كان بيشتغل اكتر من 80 ساعه اوفر تايم في الشهر. كان عادي جدا بالنسبه له انه يشتغل في الاجازات ويطبق بالليل، مد حاجه اسمها اسكيميا، نقص الدم للقلب. وراجل عنده 58 سنه كان شغال في شركه طباعه كبيره في طوكيو، سجل 4300 ساعه في السنه، يعني معدل شغل 15 ساعه في اليوم، جات له سكته دماغيه ومات. في الحقيقه الظاهره دي منتشره جدا وخاصة في اليابان زي ما لاحظت، يعني من كتر ما هي مشهورة هناك بقى ليها مصطلح خاص يوصفها بيسموها كاروشي، ودي الترجمة الحرفية بالياباني لأوفر وورك ديث. وتقريبا من كل 5 موظفين في اليابان في واحد معرض يموت بالكاروشي دي، انت متخيل؟ رقم مرعب. وفقا للسي دي سي أخطر الأمراض اللي بتيجي من العمل الزيادة أمراض القلب والأوعية الدموية، اضطرابات العضلات والعظام والاضطرابات النفسية، والانتحار والسرطانات والقرح وضعف المناعة. ده تقريبا الليلة كلها. أظن الحلقة دي محتاجة تترجم للغة اليابانية وتروح للمواطنين اليابان وإن هم يستوعبوا التجربة المصرية ويتعلموا منها. الموظف عندنا بيروح الشغل يفطر ويقفل خزنة ويمشي، ما عندناش احنا هذه المشكلة. الحمد لله الحمد لله. فهذه الحلقة ليست للمشاهدين المصريين، اعمل تاج لأصدقائك اليابانيين. في دراسة في جورنال اوف اوكيوبيشنال اند انفيرومنتال ميديسن لقوا ان في علاقة مباشرة بين عدد ساعات الانسان بيشتغلها في الاسبوع واحتمال الاصابة بأزمة قلبية. يعني الناس اللي بتشتغل 55 ساعة في الاسبوع اكتر عرضة بنسبة 16% للاصابة بأزمة قلبية مقارنة بالناس اللي بتشتغل 45 ساعة. وبالنسبة للناس اللي بتشتغل 65 ساعة في الاسبوع فالخطر ده بيزيد بنسبة 33%. في دراسة في جورنال سايكوزوماتيك ميديسن منشورة في 2014 بتقول ان الناس اللي بيتعرضوا لإجهاد وظيفي كبير بيبقوا أكثر عرضة للإصابة بمرض زي السكر ب 45% عن الناس العادية. وفي أحد التقارير لقوا ان الناس اللي بتشتغل 55 ساعة في الأسبوع عندهم مهارات ذهنية أسوأ مقارنة باللي بيشتغلوا أقل من 41 ساعة في الأسبوع، وبيلاقوا ان عندهم قدرة أقل في تذكر الكلمات، وأقل ساعات العمل الطويلة ممكن تؤدي إلى تلف في الدماغ أو خرف. طب أنا زمان أمي كانت تقول لي اشتغل كويس عشان تلعب كتير، لكن بعد اللي احنا بنسمعه ده احنا لو اشتغلنا كتير بالصوره دي احنا مش هنعرف نلعب كويس، احنا مش هيبقى فينا صحه نعمل حاجه اصلا. المثل اللي يقول لك ورك هارد بلاي هارد زي الاغنيه، وحدن ده في ناس بتقول لك ورك بس، ريانا بتقول ورك 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 مفيش من غير اي لعب، ريانا ضحيه من ضحايا الراسماليه. احنا لو اشتغلنا كتير بالصوره دي مش هنعرف نلعب كويس. حتى المتعه اللي بنعملها في اوقات فراغنا زي اننا نتفرج على ماتشات او نتفرج على افلام او نخرج مع اصحابنا هيبقى زي ما بيقول راسل في مقاله عن مدح الكسل متعه سلبيه، لان الشغل استنفذ كل طاقتنا الايجابيه ومبقاش عندنا اي طاقه نستمتع بممارسه الهوايات والمتعه دي، لدرجه ان احنا رصدنا حاله فريده من نوعها في 2018 لما 15000 عامل في المانيا شغالين في تصنيع قطع غيار السيارات لشركات زي بورشا عملوا مظاهره بيطالبوا فيها باسبوع عمل مدته 28 ساعه بس وبدون اي تغيير في المرتبات والشروط. الموضوع مش كسل، هم قالوا ان هم مش عايزين يموتوا قبل وقتهم بسبب الشغل الكتير. عارف ان انت من اول حلقه عايز تقول ان الشغل كتير يعني انتاج كتير، بس انا هصدمك،
واقول لك ان ده ممكن ما يبقاش صحيح. يعني مثلا اليابان مشهوره بعدد ساعات العمل الطويله، بس هي تعتبر من اقل الدول في معدلات الانتاج على حسب بعض المصادر بنسبه 41% بس، في حين دوله زي ايرلندا مثلا متوسط عدد ساعات العمل في الاسبوع 39 ساعه، وهي من اعلى الدول في معدلات الانتاج. مفاجاه مش كده؟ لان ساعات العمل الطويله دي غالبا بتجيب نتائج عكسيه. شركه فورد مثلا اثبتت في التسعينيات من خلال سلسله دراسات ان كل 20 ساعه زياده فوق ال 40 بتوع الاسبوع هتؤدي لزياده الانتاج في اول 3 او 4 اسابيع بس، بعد كده هتقل الانتاجيه خالص على المدى البعيد. عدم الغرض كده، احنا فاكرين ان الموظف اللي بيشتغل عدد ساعات اكتر ده موظف شاطر ومجتهد جود بوي، لكن في بلاد زي ايرلندا والنرويج والدنمارك الموظف اللي بيشتغل فوق عدد ساعات العمل ده مش موظف ناجح، لانه ما عرفش يخلص الشغل المطلوب منه في الوقت المحدد، وبكده في رؤيتهم يعني هو مقصر وغير فعال. طبعا مش كل الناس كده، ولكن بيبقى اتيتيود كلتشر عام يعني بشكل عام. بنبص راسل في مقاله كان بيقول ان الموظف لو اشتغل 4 ساعات في اليوم بس، دي المفروض تبقى مده كافيه ان هو يعيش حياه كريمه، وده مش هيخليه بس يستمتع بالحياه، ده كمان هيخليه يستغل وقت الفراغ ده احسن، وده هيزود انتاج المجتمع وهيساهم بشكل كبير في بناء الحضاره. هو كان شايف كده. طبعا واحد يقول لي ازاي؟ راسل بيقول ان لو كل واحد عنده موهبه معينه او حب استطلاع يكون ضامن حياه كويسه، ياكل كويس ويشرب كويس وعنده وقت فراغ لطيف كده، ساعتها هيقدر يبدع ويبتكر بشكل اكبر بكتير بدل ما يحرق كل طاقته في الشغل. عشان كده بنشوف النهارده شركات زي جوجل بتدي 20% من وقت الموظف فراغ انت اشتغل على حاجه انت عايزها. بنشوف فكره هنناقشها في حلقه قدام، فكره اليونيفرسال بيزك انكم، ازاي بعض الدول النهارده بتدي راتب كده من غير ما تشتغل بحيث انت تاكل وتشرب، وبعد كده انت فكر وابدع لو عايز تزود فلوسك. واحنا عندنا تاريخ ان كتير من الاكتشافات العلميه والاعمال الادبيه والاعمال الفنيه زي الرسم والنحت والعماره وغيرها من الانجازات السياسيه والاجتماعيه ظهرت في فترات الراحه. في اختراعات كتير اكتشفت وقت الحرب، بس نسبه كبيره كانت وقت الراحه والاسترخاء، ما حدش يقدر ينكر كده. والظاهر ان كلام الفيلسوف جون دوي لما قال ان الانسان ما بيفكرش الا لما يضطر يفكر، يعني لما يتحط في مشكله او ورطه يضطر يفكر فيها عشان يخرج منها، الكلام ده ممكن يكون محتاج مراجعه. معلش يا عم دوي، انت راجل فيلسوف كبير ومحترم، لكن عمك راسل وانا بقول لك راجع الكلام ده، لان عندنا امثله كتيره ان الانسان بيفكر وبيبدع لما يكون مرتاح ومتامن بس. فانا عايزك تبقى كسول الا في حاجه واحده، انك تشوف الحلقات اللي فاتت، تنتظر الاسبوع الجاي تشوف الحلقه الجديده، او تنزل تبص بس على المصادر لو انت تشترك على القناة.